انا دائما كندوز رمضان في لبنان ماشي في المغرب، كندوزو ما بين العادات المغربيه واللبنانيه. انا ما كنقدرش ندوز رمضان وما نشربش الحريره والشباكيه وداكشي ديالنا يعني دائما. وبطبيعه الحال كنطيب المغربي وكناكل معاهم شويه ديال اللبناني من طبيعه الحال. يعني اكثريه كنكون صايمه، اكثريه كنتشهى المغربي. فانا يعني ملي تزوجت دابا مده طويله وانا كندوز رمضان في لبنان، دونك ما كنتفرج حتى شي حاجه مغربيه. السلسله الوحيده اللي كنت كنشوفها قبل هي الكوبل، غير في اليوتيوب. انا بزاف وقع لي مشكل مع مؤخرا مع فنانات يعني ممثلات، دونك كنكون حافظاهم بالصوره وما كنعرفش الاسم ديالهم. وان شاء الله ما كنتمنى ما يتكررش، حيت فريمون موقف ماشي مزيان، ولكن الحمد لله الناس كيعرفوني وكيقدروني.